السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع الري هولدنج في شرح برنامج Assembly Composer. النهاردة إن شاء الله هنوضح مع حضراتكم التانل سيركلر سيجمنت. طبعا دي الواجهة الرئيسية لبرنامج Assembly Composer. بأول ما بنسطب برنامج Service 3D بنسطب مع الأبلكيشن المرفق معه اللي هو Assembly Composer، وهنا من قائمة الستارت نكتب هنا Assembly Composer، بيظهر مع حضراتكم هنا بنفتحوه، ودي الواجهة الرئيسية لبرنامج السب اسمبلي كومبوزر. إن شاء الله دي الواجهة الرئيسية لبرنامج السب اسمبلي كومبوزر. بتتكون الواجهة الرئيسية كإنترفيس لسب اسمبلي كومبوزر من المنيو بار أو التول بار اللي فوق ده، وبرضه من التول بوكس. التول بوكس بتضم اللي هي كل التولز المستخدمة في بناء السب اسمبلي بتاعنا، وهنتطرق إليها إن شاء الله بالتفصيل في خلال المحاضرة وخلال الكورس. الحاجة التانية الفلو شارت، دي اللي هي زي بريفيو أي حاجة، أي بوينت او لينك او شيب او اي حاجه من التوله دي بتعملها دراج اند دروب هنا لتكوين السب اسمبلي. اي عنصر بيتعمل له دراج هنا من التول بوكس بيتعمل له دروب في الفلو شارت او في السيكونس بعد كده، او في الحاجه اللي بعد كده هنتكلم فيها بالتفصيل في المحاضرات القادمه. بعد كده اي عنصر بندخله، اي تول بندخله او اي جيومتري بندخله ليه بروبرتيز في خلال قائمه البروبرتيز اللي تحت دي، وهنتطرق بالتفصيل لكل عنصر مع عناصر البوينت وكل عنصر مع عناصر اللينك والشيب بالشرح المستوفي ان شاء الله في المحاضرات القادمه. بعد كده هنا في قائمه بريفيو اي حاجه بنعملها هنا بنركبها في فلو شارت بتظهر معانا بالتفصيل في قائمه بريفيو، سواء كانت في الرود واي او في اللاي اوت مود. اخر حاجه عندنا هنا اللي هي السيتنج او الباراميترز، دي القائمه الخاصه ب عمل سيف للسب اسمبلي كومبوزر اللي احنا عملناه وتصديره لسيف 3D. اوت بوت او الانبوت بارامترز اللي هي كل الجيومتري اللي احنا هندخلها عشان نخلي السب اسمبلي بتاعي اقوى واقوى. كل ما كانت الاوت بوت والانبوت بارامترز كتيره وواضحه وكانت فيها فلكسبيليتي بتخلي السب اسمبلي كومبوزر بتاعي اقوى، ونقدر نستخدمه في مشاريع كتيره بدل ما هيكون فيكسد، هيبقى فاريبل ونقدر نشتغل بيه في كل المشاريع اللي عندنا بعد كده. بعد كده عندنا التارجت باراميتر والسوبر الفيجن والكانت والايفنت فيور، ده كله هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في خلال المحاضرات اللي جايه. احنا النهارده ان شاء الله مع بعضينا هنشرح ان شاء الله التانل سيركولار سيجمنت. طب سريعا نخش كده على طول في الشرح. اول حاجه بننزل نعمل دراج دروب البوينت بي واحد، احنا دايما بنرمي اول نقطه وبنخليها هي نقطه الاورجن بتاعتنا، ونخليها فروم الاورجن والدلتا اكس والدلتا واي بتاعتها 0 عشان تنطبق عليها تماما. بعد كده بنعمل ناخد كمان بوينت دراج اند دروب، وبرده بنخليها فروم بي 1 بقى خلاص، وخلي دي اكس دلتا واي، ونيجي هنا على الدلتا اكس ونكتب مثلا وليكن 12 متر. ده كده مقدار التغير في الاكس، وده هيمثل لنا بعد كده الراديوس بتاع التنل. هنا قلت له اد لينك تو فروم بوينت، يعني اد لينك من بي 1 لبي 2، او اعلم عليها علامه اشيل علامه الصح هشيل اللينك بين الاثنين. زي ما اتفقنا ان من بي 1 لبي 2 دي هتمثل التانل راديوس. احنا ممكن بس نديكم بس هنت صغير مش هنخش في تفاصيل كتيره. في الانبوت او البارامترز هنا احنا ممكن نقول له هنا بكل بساطه خلي دي التانل ضايع، ده اختصار، مجرد اختصار، وهيظهر عندي في سيف 3 دي باسم تانل دايمتر، وليكن مثلا هنخليه 6 او كده هنخليه 12 مش مشكله. ونيجي هنا في البي 2 ونيجي نقول له والله رايحين لو عايزين نخلي الدلتا اكس لو مقدار التغير الاكس او الراديوس بتاع التانل سيركلر سيجمنت عايزين نخليه السب اسمبلي ده مش ثابت لمشروع واحد بتغير اقطار، نقدر نغيره في اي مشروع احنا عايزينه. بنيجي هنا اقول له في الدلتا اكس ما تاخدليش قيمه ثابته اللي هي ال 12 متر، لا والله هتاخد لي التانل دايمتر، الدايمتر كله اللي هو الراديوس في 2. فاجي اقول له والله خد لي البارامترز اللي هي اللي اسمها تانل ضايع. طبعا لاحظتوا معايا ان انا قبل ما اكمل كان في علامه تعجب احمر، مش ليا اصلا البارامترز ده هنا، اول ما بكمل بتك حرف الايه على طول تلقائيا بيشيل علامه التعجب. هنا التانل دايمتر قلناها هيبقى 12 متر، هي 12 متر من بي 1 لبي 2، لكن من بي 1 لبي 2 اصلا مش بيمثل عندي الدايمتر، بيمثل عندي الريديوس. فانا اقدر اعمل فانكشن هنا واقول له على 2 عشان يبقى ال 12 متر دول يبقى نصهم 6
هيبقى عندي راديوس 6، يبقى الدايمتر بتاعي كله 12، يبقى انا عندي نصف كل الدايمتر بتاع التانل بتاعي هي 12 متر. فبقى في سيب 3 دي ان شاء الله لما اجي اخش على سيب 3 دي واصدر رساله اسمي الكومبوزر ده، لو عدلت هنا في القايمه دي في الجيومتري بتاعت السب اسمبلي في السيبل، لو قلت 10 مثلا كل حاجه هتتغير تلقائيا، اصبح ان انا عندي السب اسمبلي بتاعي مش هيبقى سب اسمبلي لمشروع واحد بس هيبقى فيكسد، لا بالعكس ده هيبقى عندي ديناميكيه ويبقى عندي متغير ينفع معايا كل الانفاق بعد كده في كل مشاريع اللي فيها انفاق بعد كده. بعد كده عايز اعمل الشكل ده ايه، طبعا نشيل اول اللينك ده مش عايزينه. بعد كده طبعا انا شرحت بس جزء صغير جدا من البارامترز عشان خاطر بس تبقى عارفين القصه ماشيه ازاي، وان احنا مش هنعمل حاجه ثابته ونبرمجها على سب اسمبلي كومبوزر ونصدرها للسيفل ونشتغل بقى على كده، احنا هنعمل كل حاجه نخلي فيها ديناميكيه عشان خاطر لما نخش للسيفل زي ما قلنا ان السيفل لغى حوار الاستاتيك اللي كان موجود في اللاند واللي كان موجود قبل كده خالص، فاحنا الحياه دي كلها حياه بكليكه، فمش عايزين ان احنا نعمل حاجه ثابته ويجي بعد كده نرجع نخش على سب اسمبلي كومبوزر وبعد كده نغيرها كل مشروع، فاحنا بنعمل حاجه فيها ديناميكيه عشان خاطر نريح نفسنا في كل المشاريع اللي شبه ذلك. بعد كده هاجي اعمل الانر سيجمنت بتاع التانل، هاجي اقول له والله اعمل لي كيرف. الكيرف ده هيكون مثلا ناخد انا عندي 3 انواع من انواع الكيرف، الارك جنرال وده بيحتاج مني ستارت واند بوينت وسنتر بوينت، والارك 3 بوينت بيحتاج مني 3 نقط بتوعي ونقطة منتصف الكيرف، او البارابولا بيحتاج مني الستارت والاند، بيحتاج منك الميدل اوردينيت ديستنس اللي هي المسافة ما بين اوتر نقطة في الكيرف لحد عناصر مكونة الستارت والاند بتاعت الكيرف، شكل البارابولا قطاع ناقص. في الحقيقة هنشتغل بالارك جنرال واقول له والله انا عادي الستارت بوينت بتاعي بي 2 والاند بوينت برضه بي 2 والسنتر بتاعي سن البرجر هيبقى على بي 1، فكده هيعمل لي الكيرف. طبعا احنا هنا في سب اسمبلي كومبوزر هو مش متخيل ان الدايره عندي او الارك عندي بيتكون من عدد لا نهائي من القطع المستقيمه زي تعريف الدايره عندنا ان هي مكونه من عدد لا نهائي من القطع المستقيمه، لكن هو هنا بيعتمد ان هو في عندي تيسيليشن او بيعتمد ان هو في ايه نمبر اوف سيجمنت used to بيعتبر ان هو عندي حاجه اسمها number of line segment used to represent the curve، يعني عدد القطع المستخدمه لتشكيل الكيرف بتاعي. هو عامه بيكون بيتراوح من 2 ل 100، فانا لو قلت له 50 شكل الدايره اتعمل عندي بشكل انسيابي جدا، لو قلت له مثلا وليكن مثلا 20 هتلاقي فيه تكسيره صغيره، لو قلت له 40 تكسيره بتروح شويه، لو قلت له 100 بقى شكل دايره عندك وريحك وريح نفسه ليه استخدام بعد كده هناخده ان شاء الله لو انا عايز اعمل شكل رباعي او خماسي او ايا كان، فدي برضو طريقه سهله جدا ممكن تعملها بيها. بس ايا كان خلاص خلصنا من 2 ل 100، قلنا ان 100 عامله شكل الدايره كامله والحوار انتهى على كده. اجي بعد كده ان شاء الله نيجي نعمل بقى السيكنس بتاع التانل، هنعمله ايه السيكنس ده؟ هنيجي برضو نفس الكلام هاخد من البوينت دي وارمي هنا في الفلو شارت منتهى السهوله، واجي اقول له والله تعالى انت هنا هتاخد من البي 2 من هنا كده، ان البي 3 هتبدا من البي 2، واقول له الدلتا اكس بتاعتك مثلا وليكن نص متر. طبعا النص متر دي الدلتا اكس اللي هي عباره عن السكنس، انا ممكن اخش هنا اعمل لها برضو باراميترز وارميه هنا برضو نفس الكلام في الواي نفس الكلام في كل حاجه. انا هنا عايز يبدا من البي 2 ويعمل لي السكنس بتاع التانل دلتا اكس. انا ممكن بس هنا مبدئيا اغير اخليها 5 متر عشان بس تبقى الحاجة الأمور واضحة الشرح واضح، وليكن برضه خليها 4 متر عشان إيه الصورة واضحة قدام حضراتكم. بعد كده أجي أقول له البي 3، هاجي أعمل بعد كده هقول له اعمل لي كيرف. الكيرف ده برضه هقول له أرك جنرال اتعلمنا خلاص، أنا أقول له أرك تسليشن 100 شكل الدايرة، ستارت بوينت بي 3 والإند بوينت برضه بي 3 والسنتر بوينت هيبقى البي 1. عمل لي برضه شكل إيه شكل الدايرة اللي هو بيمثل التانل سيكنس. بعد كده انا بيبقى عندي في التانل الجزء اللي هو تحت ده بيكون عباره عن بلين كونكريت خرسانه عاديه، بيكون فيها بقى الدتشات، بيكون فيها الترنشات، بيكون فيها الدرينج سيستم كله، بيكون فيها الكابلات للاضاءه، بيكون فيها كل حاجه خاصه بالايه بالبنيه التحتيه للنفق. فانا ممكن اكونها ازاي؟ اجي والله بقول له هنا من البوينت دراج اند دروب، بقول له انت من البي 1
انزل لي مثلا وليكن 3 متر في الدلتا واي، 3 متر، خلي دي بقى 12، تمام. هيبقى ايه 3 متر؟ طبعا هي 3 متر هيبقى من هنا لحد بي 4. لو قلت لي اد لينك هنا، دي كده 3 متر، ودي برضه 3 متر، لان انا عندي 12. فانا لو بغير الارتفاع مش من تحت لفوق، انا بخليه من فوق لتحت، ايا كان كل الطرق في الاخر تؤدي الى روم، تمام. هنشيل اللينك ده خالص. بعد كده نرمي حاجه اسمها طوله جديده اسمها انترسكشن بوينت. واقول له والله انا عايز دلوقتي تقاطع اللينك بتاع اللي هو ال 1 مع البي 4 بالسلوب بتاع البلينك كونكريت. يبقى عندي اللينك مع البوينت سلوب. اول حاجه اللينك بتاعي هو عباره عن ال 1 اللي هو ده مع البي 4، والاسلوب بتاعي ممكن يبقى متغير بعد كده براحتنا، خليه برضه حاليا زيرو. بعد كده اقول له انترسكشن تاني من بي 4، برضه نفس الكلام هنا، لينك بوينت سلوب، لينك ال 1 مع بي 4، اللينك يكون ال 1 مع البي 4، وانا بقول له ريفرس سلوب. بعد كده بقول له اعمل لي لينك، اللينك ده بيكون من بي 5 لبي 6، من بي 5 لبي 6. اوضح ان انا عندي جزء اللي هو الداخلي ده، هو ده عباره عن الجزء اللي بيبقى فيه الفيل بتاع البلينك كونكريت، خاص بيه الترنش، وخاص بيه الكابلات، وخاص بيه التصريف، وخاص بكل حاجه للبنية التحتية بالنسبة للنفق. بعد كده خلاص انا كده هبدأ بقى اعمل الشيب بتاعي، الشيب اللي هي خاصة بيه السكنس بتاع التانل، الشيب بتاع الارث وورك الداخلي اللي هيبقى مفرغة، الشيب بتاع البلين كونكريت في الهايد. ده كله هبدأ اعمل الشيبات ليها. ممكن اطلع بره هنا من الفلو شارت واقول له ارمي لي هنا سيكونس. السيكونس ده هيكون بقى ايه، خلاص هنا تحت خالص كده، بابا بس هندل الكلام ده. هنا هنسميه هنا ماتيريال، احنا هنحط بس ماتيريال واحدة، والباقي كله ان شاء الله هيبقى بنفس الكونسيبت ان شاء الله. هبقى نشرحها بالتفصيل بقى في المحاضرات بتاعت الشغل. هنا اقول له في الشيب اعمل لي مثلا، وليكن ناخد مثلا نعمل الشيب ده لوحده ونعمله ونعمله شغل بتاعه. قبل ما اخش اعمل الماتيريال بتاعتها، لازم احط الاول بوينت هنا واعمل لينك من هنا لحد هنا بيمثل القوس بتاع الفيل هايت ده. فانا اقول له اعمل لي بوينت هنا، سوري هنشيل دي خالص ونشيل دي برضو خالص كده، ونقول له اعمل لي بوينت من هنا كده. هقول له ده فروم الاوريجين، هيبقى الدلتا واي بتاعه التانل دايمتر ناقص مثلا تانل ضيق على 2، هينزل لي هنا. هبدأ اعمل بقى ارك، الارك ده منتهى السهولة كده، ارك جنرال هيبقى ارك 3 بوينت، ستارت بوينت البي 4، البي 4 البي 5 سوري بي 5، والارك بوينت هيعدي بي 7 وهينهي في بي 6. اروح ندى اللينك ارك سيكشن برضه هخليه 100. بعد كده لما اجي اخش على الشيب اقدر اعمل الماتيريال بتاعتها. اخش هنا اقول له على الشيب اد لينك، اقول له خش اعمل لي الشيب ده. طبعا هي في عندي تهنيجه، هقول له هنا لا خليك مع ال L3 وال L4. طبعا ده ال L3 وده ال L4 كده عمل لي الشيب، وممكن نسميه مثلا وليكن فيل كونكريت، او نقول له بلانك كونكريت فيل هايت. ده كده بالنسبه للكوب بتاع الشيب زي ما احنا شايفين كده. عندنا احنا لو رجعنا تاني للفلو شارت، هنا ال 4 عباره عن دي، وال 3 عباره عن دي، ال 3 وال 4 ده الاثنين اللينكات المحصوره بينهم الشيب. هنا في الشيب قول له ال 3 وال 4 كده، خلاص الراجل فهم ان هو عايز يعمل الشيب الداخلي دي. وبنفس الطريقه هنعمل السيكنس بتاع التانل، وبنفس الطريقه هنعمل برضو كل الايرث ورك بتاع الايه الحفر بتاع النفق. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.